السماح باستخدام معلوماتك الشخصية أو الدفع مقابل الاشتراك خياران لا ثالث لهما، ذاك ما قد يواجهه مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام في دول الاتحاد الأوروبي. الشركة العملاقة ميتا تدرس فرض رسوم اشتراك شهرية على مستخدميها في دول التكتل، رسوم ستتراوح بين 10 دولارات و17 دولاراً شهرياً، ومن المرجح أن يتم تفعيل هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة، إجراء قد يثير جدلاً واسعاً حول مدى استعداد المستخدمين للدفع مقابل الخدمات التي كانوا يستخدمونها مجاناً. ولدى ميتا الشركة الأم لمنصات التواصل الأشهر مهلة حتى نهاية نوفمبر للامتثال لحكم محكمة لوكسمبورغ الصادر هذا العام، والذي وجد أن فيسبوك لا يمكنه تبرير استخدام البيانات الشخصية لاستهداف المستهلكين بالإعلانات ما لم يحصل على موافقتهم. وإلى جانب حكم المحكمة الأوروبية، قام الاتحاد الأوروبي بسن سلسلة من القواعد التي تحد من الطريقة التي تتعامل بها شركات التكنولوجيا الكبرى مع البيانات، وتخضع هذه الشركات بالفعل لقيود صارمة عندما يتعلق الأمر باستخدام البيانات الخاصة لمستخدميها في أوروبا. في مايو تم تغريم الموقع الأزرق بمبلغ 1,200,000,000 يورو لانتهاكه قوانين الخصوصية التي تتطلب ضمانات لنقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وبموجب خطة تمت مناقشتها مع مسؤولين في بروكسل وأيرلندا، ستقدم ميتا نسخة خالية من الإعلانات للراغبين في الدفع أو نسخة مجانية لأولئك الذين يوافقون على استهدافهم بالإعلانات بناءً على حساباتهم الشخصية. ووسط هذا السياق القانوني المتغير، سيتعين على شركة مارك زوكربيرغ متابعة استجابة المستخدمين والتعامل مع التحديات المحتملة في مسعى للحفاظ على قاعدة المستخدمين وتحقيق الأرباح في الوقت ذاته.